عزيز على قلوبنا، ألا هو احتفال باليوم العالمي للمرأة واللي كيصادف 8 مارس. إذا كنعاود نرحب بجميع النساء اللي حاضرين معنا من جميع أقاليم مدينة تارودانت. نرحب كذلك بالصنف الآخر، يعني جميع الرجال اللي حاضرين معنا. طبعا يقال أن وراء يعني كل رجل عظيم امرأة، ولكن لابد أن نقول كذلك وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم. إذا شكرا لكم لأنكم حضرتوا معنا وتشاركوا معنا هذا النهار العزيز على قلوبنا. شكرا للحضور الكرام كذلك. إذا يسرني أن أرحب بكم بين أحضان فيدرالية إنجاز للجمعيات النسوية بإقليم تارودانت. أذكر أن هذه الفيدرالية هي حديثة العهد، وهذا أول نشاط افتتاحي، وإن شاء الله اللي غادي يكون بداية لواحد المسار اللي غادي يكون حافل، وكما يقال ما هذه إلا البداية. إذا مرحبا مرة أخرى بكل من حضر بمجموعة من الفعاليات اللي كيحضروا معنا اليوم وكيشاركونا الحفل ديالنا. كنرحب بقطاع التعاون الوطني، قطاع الثقافة، المجالس المنتخبة، المجلس الإقليمي، والمجلس الجماعي. كيحضر معنا كذلك قطاع الصحة، ونرحب بالسلطات المحلية، ونرحب بأسرة التعليم، وكنرحب بالنساء اللي جاونا من إقليم مدينة تارودانت. إن شاء الله برنامجنا غادي يكون برنامج حافل، برنامج متنوع، برنامج غني دائما احتفاء بالمرأة الرودانية. إذا كنعاود نرحب بكم بين أحضان فيدرالية إنجاز. إن شاء الله أول حاجة غادي نبداو بها وكيف العادة هي آيات البينات ذكر الحكيم، وطبعا اللي غيتلوها على المسامع ديالنا مجموعة من الفتيات وفتيان المدرسة العتيقة. وهنا عاود أكيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا الله.
إيقاعات النشيد الوطني زلزال المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة جميلة المسلمين وزيرة سابقة وباستمرار نحن تعرف تفقد مع الأسرة. مشاركتي اليوم في هذا اللقاء الذي أعتبره لقاء مهم لأنه يتزامن مع تقييم الفرص اللي يتناسب مع تقييم المنجز في قضايا المرأة واستشراف المستقبل. اختيار الفيدرالية إنجاز احتفاء النساء وتكريم النساء ناجيات من الزلزال وفعاليات ساهمن في تخفيف معاناة على ضحايا الزلزال أعتبره مبادرة مهمة جدا لأن تؤكد مرة أخرى على الدروس التي استخلصناها من زلزال الحوز بغض النظر على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. فالزلزال أعطى ملحمة أو دروس الزلزال أن المغاربة استطاعوا أن يصنعوا ملحمة وطنية في التضامن وفي التضامن والتكافل والتعاون من مختلف المواقع مختلف الفئات العمرية نساء رجال أطفال شباب. لاحظنا أن الكل تعبأ مسنين كبار يعني ماشي بالضرورة ناس الذين عندهم ذات اليد ولكن كذلك لاحظنا أشخاص يعني ظروفهم اجتماعية بسيطة وتبرعوا بكل ما يملكون. هذه القيم وهذه الأخلاق عبرت مرة أخرى عن يعني قيمة التضامن وعن ما يزخر به المغرب وما أفرزه النظام الاجتماعي المغربي والنظام الأسري في المغرب. لأن هذه القيم لم تأتي عبثا لا جاتش عبثا ولكن جاءت نتيجة يعني رصيد أخلاقي عالي جدا يتمتع به المغاربة يظهر في المحن عبر التاريخ. كان يظهر في الكوارث الطبيعية في الجوائح منها لاحظناه في كورونا ولاحظناه كذلك في زلزال الحسين يعني زلزال الحوز ولاحظنا هذا التعاطف كذلك في كرة القدم والحرص على الأسرة وإظهار الأسرة ويعني تشبث الأبطال المغاربة بأمهاتهم وآبائهم وهذا يؤكد نموذج المغربي الأسري والقيم الأسرية وهذا يدعونا إلى مزيد من الحفاظ على هذا النظام الاجتماعي أمام التهديدات التي تتهدد اليوم ومزيد من الحفاظ على نظامنا الأسري. قد تكون هناك بعض الاختلالات هنا وهناك يمكن تصحيحها أو يعني تقويمها ولكن النموذج الأسري القائم على التضامن القائم على الاحترام القائم على يعني تراتبية داخل الأسرة بالأدوار التربوية والوظائف التربوية يدعونا إلى مزيد من التمسك به لأنه صمام الأمان للمغرب في الأزمات لا قدر الله وفي الكوارث. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم سعاد فتح الله رئيسة فيدرالية إنجاز لجمعية نسوية لإقليم تارودان. هذه الفيدرالية اللي كتحتوي على 8 ديال الجمعيات من مختلف الجماعات داخل الإقليم. فيدرالية تأسست في الأواخر ديال 2023 دجنبير. هذا النشاط تعتبر أول نشاط للفيدرالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وقررنا في هذه المناسبة أننا نكرم النساء الناجيات من الزلزال ديال 8 شتنبر أيضا الفاعلات والفاعلين والناس اللي خدموا أثناء هذه الفترة وأثناء هذه الكارثة كشكر كعربون شكر وتقدير منا لهذه الفئة هذه. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم فاطمة أملكي جماعة سيدي وعزيز من تمتماز. كنبغي نشكر هاد الناس هادو اللي استضافونا هنا باش نوجهوا لهم رساله وعلى حسب على الزلزال وكنشكرهم بزاف وكنقول لهم يتضامنوا معنا على حسب البناء. دابا حنا كنتبروا ساكنين غير في الكياطن يعني اخر كياطن اللي جاونا هما دوك الزرقين ودابا مع الشمس تبدل لهم اللون وقال كاينين هادوك اللي تقطعوا وما عندناش كيفاش نديروا من غير يتضامنوا معنا شي ناس ولا جزاكم بخير وشكرا لكم بزاف.